حد عايز يرجع لحاجة في المحاضرة أو في الكلام اللي أنا قلته دلوقتي، التسجيل هيبقى ذا سيم طبعا، بس الأسلوب هو بس مش هي نفس ال مش هو نفس الميتنج بتاعنا يعني. أنا متعود طبعا إن أنا أعمل ريفيو على آخر حاجة اتكلمنا عليها. عايز حد مني دلوقتي منكم دلوقتي يقول لي الإكسيرجي تعرفها إيه وإيه اللي فاكره من المحاضرة اللي فاتت في كلمتين كده. هي قد ايه ورك اقدر اخرجه من الانرجي؟ القدرة اني اخرج ورك هو التعريف مش كامل، هو صحيح بس مش كامل. حد يقدر يقول لي زميلكو نسي ايه؟ لحد ما اوصل للديد بوينت. الديد ستيت صح، بس ده معناه ايه برضه؟ ان انا مثلا بيبقى عندي يعني في مثلا وليكن تربين او كومبريسر او ايا كان، اي حاجه هقدر اخد منها طاقه زي التربين مثلا، فدي هي هتفضل تديني طاقه لليميت معين، مش هقدر اخد اكتر من كده، في جزء بقى هيفقد وجزء هيروح وحاجات كده. انا قلت لكم كلمه بوتنشال دي بتعني ايه، قلت لكم وركزت عليها المره اللي فاتت. ورك بوتنشال معناها ماكسيمم ورك. كلمه ماكسيمم دي لازم تذكرها وانت بتتكلم على الديفينيشن بتاع الاكسيرجي. هاو ماتش ماكسيمم ورك يو كان جيت اوت اوف ايه بقى؟ الاكسيرجي كان بي ديفايند فور ا ستيت ستيم عند 10 بار و300 درجه مئويه لي اكسيرجي. تيربن، جاس تيربن، ستيم تيربن، ووتر تيربن، ويند تيربن، وات ايفر تيربن بروديوسز باور. ف التيربن دي ليها ايه بقى؟ التيربن دي ليها اكسيرجي في الدخول، عشان اللي خارج عندها، سوري، التربن دي ليها اكسيرجي في الدخول عند واحد، وليها اكسيرجي في الخروج عند اثنين، as long as ان اثنين دي مش هي الديد ستيت، وطبعا ما بتكونش الديد ستيت. والباور اوتبوت اللي خارجه من هنا هي عباره عن بيور اكسيرجي. لما اقول ان في عندي تربينه بتخرج 100 ميجا وات، ده كلام جميل قوي، ال 100 ميجا وات دول عباره عن اكسيرجي صح، بس مش هو ده الاكسيرجي بتاع التربن، مش هي دي قدره التربن ان هي تخرج ماكسيمم ورك. الماكسيمم ورك او الماكسيمم باور التربن دي كان ديليفر هو فرق الاكسيرجي بين اثنين، بين واحد واثنين، اللي هيكون طبعا اكتر من 100 الا اذا كانت كان الاجراء اللي موجود جوه ده اجراء الريفرسبل، اجراء الاكسبانشن. اوكي، وحاجة تانية إن النقطة 2 تكون عند الديد ستيت، لأن الديد ستيت دي هي اللي بتعرف، هي اللي بتعرف إيه؟ بتعرف الإكسبانشن ده آخره فين؟ فالحاجتين المهمين جدا في الإكسيرجي إن أنت تعرف إن الورك بوتنشال معناها ماكسيموم ورك، والماكسيموم ورك ده هيطلع لما تكون أنت بتبص على نهاية الإكسبانشن مثلا، يكون فين في الديد ستيت، يعني بنسب للديد ستيت. حتى في الستيت الوحيده اللي لوحدها كده، الستيت لوحدها دي بقول ان هي بتوصل للديد ستيت، خرجت ورك قد، لو تخيلت ان هي وصلت للديد ستيت هتخرج ورك قد ايه. حتى للسايكل الثيرمو، اي ثيرموديناميك سايكل ليها اكسيرجي بتقدر تخرج ورك. هو نفس الكونسبت بتاع التيربن، بس بيبقى مجموعه من المكونات مرصوصين ورا بعض بحيث ان هم يخرجوا لي ماكسيمم ورك.
قلنا بعد كده انه الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي دول عباره عن بيور اكسيرجي، باخدهم كده زي ما هم، وده بيعرف كاكسيرجي، يعني اقدر احوله افيشنتلي لباور، لورك، يوسفول ورك. بعد كده وصلنا ل تعريف اليوسفول ورك هو ايه، والفرق بينه وبين السراوندنج ورك والريفرسبل ورك، ومن الفرق ده عرفنا الريفرسابيليتي. اوكي طيب، ابتدينا بعد كده نستنتج بقى الاكسيرجي دي هنحسبها ازاي، وعرفنا انه للكلوزد سيستم فرق الاكسيرجي بين نقطتين بيعرف بالمنظر ده كده، دلتا يو بلس بي نود دلتا في، ده هو عباره عن ايه؟ ده بيعبر عن السراوندنج ورك اللي خرج للسراوندنج وما اقدرش ان انا استرجعه تاني غصب عني، السراوندنج خده غصب عني عشان الضغط بتاعه ما بيساويش صفر، هو ضغطه اتموسفيرك. ده معناه ايه؟ معناه ان البي نود دي لازم تكون ابسوليوت، البي نود دي لازم تكون ابسوليوت. طيب وبالنسبه للاوبن سيستم كان فرق الاكسيرجي بين نقطتين very similar للكلوزد سيستم، فيما عدا انه الدلتا يو بيحل محلها دلتا اتش. طبعا هنا السراوندنج ورك بيطير لانه السيستم لما يكون في عندي فلوينج فلويد ما بيشوفش السراوندنج، وبالتالي البي نود دلتا في دي بتطير، وبيتبقى الترم المهم جدا تي نود دلتا اس. حد فاكر التي نود دلتا اس دي بتساوي ايه او بتعبر عن ايه؟ اقل كميه حراره ممكن تطردها. بالظبط كده، عشان ما يبقاش في فايوليشن للسكند لو اوف ثيرموداينامكس لازم كيلفن بلانك ستيتمنت تتحقق. فاذا كنت بتكلم على في الديفينيشن بتاع الاكسيرجي بتكلم على ان انا هستفيد ب كميه الحراره اللي بتخرج للسراوندنج دي بشكل ما تخيليا، يعني بتخيل ان كميه الحراره دي عملت لها بروسيسنج داخل ريفرسيبل هيت انجن، كارنو هيت انجن، عشان ناخد منها كميه ورك، وهو ده في الاساس اللي عرف الاكسيرجي ان انا باخد الورك فعلا بتاع السيستم زائد الورك الزياده اللي ممكن نطلعه من كارنو هيت انجن. مستحيل كميه الحراره اللي تنطلق للسراوندنج دي تساوي صفر، ده معناه ايه؟ معناه ان انا كده بفايوليت كلفن بلانك ستيتمنت، مستحيل الحراره تحولها 100% لورك. فاقل كميه حراره ممكن اخرجها للسراوندنج هي تي نوت دلتا اس، هي دي. يا دكتور معلش انا عندي سؤال، اسال. هو حضرتك كنت قلت في التربن ان احنا عندنا لو ستيت واحد وستيت اتنين وبتخرج 100 ميجا وات، فرق الاكسيرجي هيكون اكتر من ال 100 ميجا وات، تمام؟ طبعا. الا لو احنا الاجراء ريفرسيبل وستيت اتنين هي الديد ستيت، صح؟ مظبوط. طب هو الاجراء هنا هيبقى ريفرسيبل بمعنى ايه؟ يعني هيبقى ريفرسيبل وادياباتيك ايزنتروبيك، يعني ايزنتروبيك. مظبوط. طب يعني انا لو هي التربين ايزنتروبيك هتنزل للديد ستيت ازاي؟ يعني هيبقى في فرق درجات حرارة. اجراء الاكسبانشن على التي اس دياجرام انتوا خدتوا مع الدكتورة نشوى التي اس دياجرام، صح؟ اه مظبوط. بص، اجراء الاكسبانشن على التي اس دياجرام بيبقى اكسبانشن بين ضغطين بي واحد وبي اتنين، صح؟ تمام. بيكون اجراء الاكسبانشن ده شكله عامل كده لو كان ايزنتروبيك، واذا كان الريفرسيبل بيكون بالمنظر ده كده دوتد لاين زي ما احنا متعودين ان احنا نعمل. فهنا
ال 100 ميجا وات انت لما بتيجي تعمل انرجي بالانس بتقول ان ال 100 ميجا وات بتساوي ام دوت تايمز دلتا اتش. دلتا اتش بين الاثنين دول لو ايزنتروبيك او دلتا اتش بين الاثنين دول لو الريفرس. لا الاكسيرجي مختلف. الاكسيرجي ان انا بتخيل ان انا اخدت النقطه دي عملت لها اكسبانشن لغايه ضغط السراوند فليها اكسيرجي. state 1 has its own exergy x1. النقطة 2 هقول ان دي 2s ليها برضو الاكسيرجي بتاعها. تخيل ان انا لو عملت expansion مازال فيها القابلية ان انا اخرج منها work لسه عندها البوتنشال الورك بوتنشال موجود فيها مازال موجود فيها work بوتنشال يبقى في x2s. الفرق بين الاثنين دول هو عبارة عن الاكسيرجي بتاع التربن اللي هو هتدي لي رقم اكبر من 100. وكان اخر حاجة اتكلمنا عليها هي اجابة السؤال. ابتدينا نجاوب على السؤال how exergy transfer بتمشي ازاي. الانرجي عارفين ان هي بتمشي بثلاث وسائل بتنتقل بثلاث وسائل عن طريق الهيت والورك والماس. نفس الكلام بالنسبه للاكسيرجي يعني الانرجي والاكسيرجي مشابهين لبعض. هو ده في الاساس احنا عرفنا الاكسيرجي في الاساس عشان الانرجي بتاخد في اعتبارها الماجنيتيود بتاعت الانرجي وليس لها اي علاقه بالكواليتي اوف انرجي. الانرجي دي زي الثيرمال انرجي الكواليتي بتاعتها ضعيفه ما اقدرش احولها ل 100% يوسفول ورك. ملهاش دعوه دي. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس which is totally fine بيقول لي انه الانبوت بيساوي الاوتبوت. ده صح 100% ولا يمكن انه يكون غلط. الاكسيرجي اون ذا اذر هاند بقى بتاخد في اعتبارها الماجنيتيود والكواليتي اوف انرجي وليها بالانس برضو زي الايكويشن دي كده هنشوفها كمان شويه. تاخد في اعتبارها الاثنين عشان كده الاكسيرجي استخدامها از مور رياليستيك عن الانرجي اتسلف. فالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس والسكند لو اوف ثيرموداينامكس عاملين زي ايه؟ زي سويتش سويتشين كده اوكي متصلين ببعض وفي كارنت. الكارنت ده عباره عن بروسيس فعشان اقدر اقول ان البروسيس دي ثيرموداينامكالي از ترو از اوكي يعني لازم السويتش ده يقفل والتاني ده كمان يقفل. يعني لازم الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس يبقى صح والتاني يبقى صح. احنا كنا واخدين نص الصوره في ال 111 كنا بنقول فيرست لو اوف ثيرموداينامكس وخلاص. لا ده في حاجه تانية بدليل هديلكوا دليل ان الاخ ده مهم. لو قلت لك ان انا قبل كده لو جيت قلت لك ان انا عندي هيت انجن وداخل له 100% هيت او 100 كيلو جول هيت اوكي او 100 جول whatever يعني مش هتفرق وخرج 100 جول ورك حد هيقدر يقول لي ان انت غلط؟ ردوا عليا. اهو ال 100 بتساوي 100 الانبوت بيساوي الاوتبوت ده صح 100% حسابيا صح. الفيرست لو نعم عشان كده بس كده كان في غلط. لا انا ما سمعتش كلفن ستيتمنت بتقول ان الكلام ده ما حصلش. ما هو كلفن ستيتمنت دي بقى السكند لو اوف ثيرموداينامكس ده اللي هو اللي بنتكلم عليه دلوقتي
حاليا اللي هو السكند لو اوف ثيرمودينامكس. فالفيرست لو اوف ثيرمودينامكس الشكل اللي قدامي ده بالنسبه له صح، ما اقدرش اقول انه غلط. لما تيجي تقول 100 بتساوي 100 محدش يقدر يقول ان انت غلط. لكن السكند لو اوف ثيرمودينامكس بيقول لي لا ستوب، ال 100 جول هيت دول مستحيل احصل منهم على 100 جول ورك. ده اللي هو كيلفن دافيد كيلفن بلانك ستيتمنت اللي انتوا عرفتوها بقى في الثيرمودينامكس. اوكي، فعشان كده بنقول ان الاكسيرجي هي ريبريزنتيشن از مور رياليستيك ريبريزنتيشن اوف انرجي، لانه بياخد في اعتباره ايه الكواليتي اوف انرجي زي الماجنيتيود بالظبط. فهنا على سبيل المثال كنا خدنا الاكزامبل ده، حيطة درجة حرارتها هنا تي واحد والناحية التانية تي اتنين، والحرارة بتنتقل من درجة الحرارة الأعلى لدرجة الحرارة الأقل. بص بقى النظرية بتاعت الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس بتقول لي الهيت عدت من هنا زي هنا والدنيا بسيطة، which is true طبعا، لازم الكيو اللي مشيت من الناحية الشمال تبقى هي نفسها الكيو اللي مشيت من الناحية اليمين، مفيش غلط في الكلام ده. الاكسيرجي بقى اللي هي تحت خالص، بص بقى بيقول لي ايه، بيقول لي انا كان عندي اكسيرجي قد كده اللي هي 1 ماينس تي نوت اوفر تي 1 تايمز الكيو. احنا قلنا انه الاكسيرجي اوت اوف هيت هقدر اجيبها عن طريق ان انا بضرب في كارنو افشنسي، ففي كميه من الاكسيرجي افيلبل في الهيت دي القيمه بتاعتها قد كده. لما تيجي تشوف الكمية الافيلابل اوف اكسيرجي عند الخروج هتلاقيها اقل، يعني معنى كده ان الاكسيرجي is destroyed. البوتنشال اوف او الورك بوتنشال قيمته بتقل as long as ان البروسيس دي irreversible. طبعا انتقال الحرارة with finite temperature difference ده احد اسباب الirreversibility. لما تنقل حرارة من درجة حرارة عالية لدرجة حرارة منخفضة دي irreversible process على طول كده. مش خدنا الكلام ده مع الدكتورة نشوى ولا ايه؟ مظبوط؟ مظبوط. حلو قوي. عشان تكون البروسيس دي irreversible، تكون البروسيس بتاعت انتقال الحرارة reversible لازم فرق درجات الحرارة بين هنا وهنا يكون صفر. هذه الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها الإكسيرجي is destruction is zero، يعني الإكسيرجي اللي داخل هو نفسه الإكسيرجي اللي خارج، وده مستحيل يحصل طبعا. مستحيل الحرارة تنتقل وبين فرق درجات حرارة بيساوي صفر، ده مش هيحصل. عشان كده بنقول إن انتقال الحرارة دايما بيبقى irreversible في جميع الأوقات. وقلنا إن الإكسيرجي ديستراكشن ده بيقابل الانتروبي جنريشن، في الاتنين مرتبطين ببعض. زي ما بيحصل إكسيرجي زي ما بيحصل انتروبي جنريشن دايما بيكون في إكسيرجي ديستراكشن. الاكسيرجي الانتروبي هي عباره عن الهيت على التمبريتشر، والهيت على التمبريتشر تحسبها هنا وتحسبها هنا هتلاقي ان الانتروبي بتزيد، والسبب طبعا ان البروسيس دي الريفرسبل. طيب الاكسيرجي بتنتقل ازاي؟ عن طريق الورك، زي ما بتنتقل عن طريق الهيت زي ما قلنا، وبتنتقل كمان عن طريق الورك. الورك از بيور اكسيرجي، يعني عندي شافت بيلف وبيخرج من تربينة بيخرج 100 ميجا وات، اقول لك الاكسيرجي اللي فيه كام؟ هي ال 100 ميجا وات. طب لو كلوزد سيستم بيستون سيلندر وبيحصل اكسبانشن للجاس اللي موجود جوه هنا،
هقول لك الاكسيرج اللي موجوده بكام. هتقول لي ان هي بتساوي انتجريشن اوف بي دي في اللي هو الباوندري ورك انتجريشن انتجريشن اوف بي دي في. بس لازم تعمل حسابك ان انت تشيل ايه ناقص السراوندنج ورك دبليو سراوند. والاكسيرجي برضو ترانسفير بيحصل باي ماس، هو سيمبلي ان انا الكتله بضربها في السبيسيفيك اكسيرجي ابساي اللي عرفناها قبل كده كفانكشن في الاتش ماينس اتش نوت، و الاتش ماينس اتش نوت معلش انا عندي الماوس بس فيه مشكله بيعلق ساعات، وكمان هنشيل منها تي نوت دلتا اس اللي هي اس ماينس اس نوت، ولو في كايناتيك او بوتنشال بنضيف. دكتور عايز اسال حاجه معلش في السلايد اللي قبل دي، ايوه في الخط بتاع الانتروبي ده، هو احنا كنا واخدين الانتروبي خط لو ايه؟ في الانتروبي واخدين الانتروبي لو درجة الحرارة قلت، مش المفروض الانتروبي يقل العشوائية تبقى تقل بتاعت السيستم؟ ده لما يكون في عندك بروسيس. ان بتكلم هنا يعني انت عندك بروسيس بيحصل فيها مثلا انه الفلويد ماشي كده وبتعمل له كولينج صح، درجة الحرارة هنا تي واحد، ثواني كده، درجة الحرارة في الأول تي واحد وبعدين أصبحت تي اتنين ماشي. خليكم معايا ثواني اما نشوف البتاع ده. فدرجة الحرارة قلت من تي واحد لتي اتنين، لما درجة الحرارة تقل يبقى في الحالة دي الانتروبي معلش ثانية واحدة. الو ايوه يا علي ازاي؟ لا 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 عادي قول. ما هو انا اوريدي مخليه ساعه وساعتين وتلت، انت مش واخد بالك؟ بلا حل، بس ما تقلقش من موضوع الوقت ده. تي 4 اللي هي قبل التربن مش كده؟ طيب فكر، لا انت نسيت، احنا قلنا الكلام ده، فكر كده اتكلمنا عليه. لا لا ده اتكلمنا عليه وموجود في الليكشر يعني، بص عليها هتلاقي الكلام ده انا قلته. How to calculate the optimum pressure ratio to maximize the work. خلاص اوكي. لا انا قلت لكم عليها، قلت لكم حتى بنحسبها ازاي، انت بس تلاقيك نسيت. ده انا جبتها في الميد تيرم اي ثينك على ما اتذكر. طب بص على الليكتشر كده وشوف هتلاقيها موجوده ماشي، بص عليها عشان انا في محاضره دلوقتي. لا مفيش مشكله اوكي.
ماشي باي باي. سوري معلش انا هجاوب دلوقتي على السؤال بتاع الكولينج ده. فهنا ده عندي تي واحد وهنا عندي تي اتنين. درجة الحرارة بتقل لو عملت كولينج هنا في كيو بتخرج. درجة الحرارة بتقل اس تقل طبعا ديفينتلي كلامك مظبوط 100%. اس اتنين هتبقى اقل من اس واحد. بس خلي بالك بقى ان البروسيس دي مختلفة. البروسيس اللي بتحصل هنا ان في حرارة بتخرج بين تو ستيتس. هنا انا عندي الحرارة بتنتقل من خلال السوليد ده مش فلويد ده. كمية الحرارة دي ثابتة. anywhere عند اي بوزيشن كمية الحرارة ثابتة. هنا في الفلويد فلو هنا كمية الحرارة بتتغير من هنا لهنا. كمية الحرارة بتنتقل غير من هنا لهنا غير من الاول للاخر. طبعا انت معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. فطبعا دول تو ديفرنت سيستمز. ما تقدرش ان انت تقول عشان الحراره هنا الحراره مش 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 بتمشي او مش بتخرج عند بين واحد واثنين. لا دي الحراره بتخرج عند اثنين. تمام. فطبعا كميه الحراره على درجه الحراره دي بتكسبريس الانتروبي. عشان كده بنقول انه دايما الانتروبي بتبقى اكبر ما يمكن في عمليات انتقال الحراره اذا كميه الحراره دي خرجت للسراوندنج. وانت بتطرد حراره للسراوندنج اعرف ان الانتروبي از ماكسيمم. ليه؟ عشان درجه الحراره مينيمم. يبقى كيو على تي لما تكون التي دي مينيمم يبقى الانتروبي اكبر ما يمكن. جاوبت سؤالك كده؟ تمام. شكرا يا دكتور. طب دكتور معلش انا عندي سؤال. هو خلي بالك برضو استكمالا لسؤالك كيو دي لما تيجي تبص للسراوندنج تقسمها على التي نوت هتدي لك دلتا اس بتاعت السراوندنج. السراوندنج الانتروبي بتاعته زادت قد ايه؟ طبعا الكلام ده انتوا عارفين. دلتا اس سراوندنج. في حين ان اس 1 ناقص اس 2 او اس 2 ناقص اس 1 دي بتاعه السيستم دي هتبقى نيجاتيف. دلتا اس سيستم فدي نيجاتيف ودي بوزيتيف. مجموع الاثنين ده هو عباره عن الانتروبي جنريشن اللي قيمته لازم تكون اكبر من او بتساوي صفر. فلازم يكون البوزيتيف بيساوي النيجاتيف ده في حاله الريفرسبل بروسيس او يكون البوزيتيف ده اكبر. بص بقى بوزيتيف اكبر دي معناها ايه؟ معناها ان كيو اوفر تي هي دي الايه اللي قيمتها اكبر من فرق الانتروبي بين 2 و 1. ها تمام. شكرا يا دكتور. ماشي العفو. يلا اللي كان بيسأل دلوقتي. ايوه دكتور انا كنت بس الحق على مثال التربينه وحك وريتوني على التي اس دايجرام وانا فهمت تمام. بس في نقطه بس مش فاهمها. هو انا ازاي هوصل من التي للتي نوت وانا عازل؟ وخلي بالك اساسا الاكسيرجي باي ديفينيشن هي تخيليه. يعني ده اجراء تخيلي. انت بتتخيل ان انت وديت النقطه او الستيت لفين؟ وديتها للديد ستيت. هو ده ما بيحصلش. يعني انا بتخيل ان الاجراء ريفرسيبل والديد ستيت موجوده ايا كان الحسابات المنطقيه لان دي حاله تخيليه. تخيليه. ما انا بقول لك انت بتتخيل ان في هيت انجن بتدخل عليها الهيت اللي خرجت من السيستم تو ماكسمايز الورك. ما هو ده الديفينيشن بتاع الاكسيرجي في الاساس. يعني انا برضو بوصل للديد ستيت بس بيخرج كيو وبعدين بدخلها على هيت انجن. طبعا اهو ما كان في الاول خالص لما جينا عرفنا او استنتجنا فين اهي. بس هي كده دكتور مش هتبقى ايزنتروبيك. ايه بس هي كده التربينه مش هتبقى ايزنتروبيك لان خارج كيو. ومين اللي قالك ان هي ازنتروبيك؟
الاكسيرجي دي مالهاش دعوه بص الاكسيرجي باي ديفينيشن لا تتطلب انه الاجراء يكون ايزنتروبيك. ما هي دي النقطه، كويس ان انت سالت السؤال ده. افرض انا عندي تربينه وفيها بيخرج حراره، يعني الاجراء مش اديابتك، حلو كده. هو يا ترى كده ما اقدرش اعرف الاكسيرجي؟ لا طبعا تقدر تعرف الاكسيرجي بتاعه النقطه 1 والاكسيرجي بتاعه النقطه 2. فكميه الحراره دي اللي خرجت او دخلت وانتقال الحراره لا يؤثر في تعريف الاكسيرجي. بس طب يعني انا قصدي الورك ماكسيمم اللي خارج من التربينه، لو انا هتخيل ان التربينه ايزنتروبيك وانا وصلت للديد ستيت. ايوه طيب حلو. انا بقى دلوقتي لما ادخل ستيت واحد بدرجه حراره معينه هوصل بقى للتي نوت ازاي وانا عازل؟ دي بس اللي انا مش فاهمه. ما انا بقول لك ده تخيلي، يعني دي حاجه تخيليه. يعني اللي موجوده هنا دي الكيو، ما ممكن يبقى عندي بروسيس ما فيهاش انتقال حراره للخارج، خلاص الكيو دي مش موجوده. تمام ففي حراره بتنتقل، ما فيش حراره بتنتقل، انت يو كان ديفاين الاكسيرجي، ما فيهاش اي مشاكل، مفيش اي مشكله. تمام شكرا يا دكتور. كل اللي بتعمله ان انت بتتخيل ان الستيت دي وديتها للديد ستيت وحصلت على اكسيرجي، والستيت دي وديتها للديد ستيت وحصلت على اكسيرجي. فرق الاكسيرجي من الاثنين دول هو الاكسيرجي بتاع التربينه، وليس له علاقه بقى في النص حصل انتقال حراره ولا لا، ولا تفرق معايا، لانه ده في الاساس خلي بالك انه انتقال الحراره ده هياثر في الاستيت اللي خارجه دي. يعني لو في حراره انتقلت الاستيت دي هتقل، هتقرب من الديد ستيت، لو ما نقلتش حراره الاستيت دي هتبقى اعلى شويه. طبعا في التيرمينات الكيو اللي بتخرج دي شيء غير مرغوب فيه وبيأثر على الباور اوتبوت زي ما انتم عارفين، لانه لما يكون عندي W هنا ودي ستيت واحد ودي ستيت اتنين، قول لي كده الانرجي بالانس بتاعت التربينه دي. الفيرست لو طبقه على التربينه دي بتقول ايه؟ دلتا كيو ماينس دلتا ورك بيبقى ايكوال اتش واحد ناقص اتش اتنين بتساوي كام؟ الدلتا ورك ماينس الدلتا كيو W زائد كيو عشان الكيو دي خارجة. تمام. الورك خرج والكيو خرجت، ده معناه ان كل ما الكيو تزيد كل ما الورك اللي انت تقدر تحصل عليه من التربينه ده بيقل. ها وصلت؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي هديلكم بقى مثال دلوقتي. احنا وصلنا العلاقه اللي بتربط بين الديستراكشن اوف اكسيرجي والانتروبي جنريشن علاقه بسيطه وسيمبل، وهي ان الاكسيرجي ديسترويد الاماونت اوف اكسيرجي ديسترويد از تي نوت تايمز اس جن الجنريتد انتروبي، وقيمتها لازم تكون اكبر من او تساوي صفر، لانه السراوندنج الديد ستيت تمبريتشر دي هتكون بوزيتيف، مش هتكون، مستحيل تكون نيجاتيف، لان دي ابسوليوت تمبريتشر. وزي ما انتم عارفين مستحيل هيكون عندي نيجاتيف ابسوليوت تمبريتشر. في صوره ريت يبقى الريت اوف اكسيرجي ديستراكشن لازم يساوي الريت اوف انتروبي جنريشن تايمز الديد ستيت تمبريتشر. زي ما انتم شايفين هنا ده معناه انه قيمه الريت اوف اكسيرجي او الاماونت اوف اكسيرجي ديسترويد ممكن تكون اكبر من الصفر، طبعا ده الطبيعي، الطبيعي ان هي تكون اكبر من الصفر لانه الاجراءات كلها irreversible. حاله خاصه ان هي تساوي صفر لو البروسيس دي reversible. مستحيل زيها زي الانتروبي جنريشن ان هي تكون اقل من الزيرو.
هديلكم مثال بسيط سريع كده بسرعه. عندي هيت انجن داخل له من اللي بالك عشان الكويزات، انا قلت لكم هعمل لكم كويز، فالكويزات هيكون الاسئله فيها كونسبشوال بتوضح مدى فهمك فاهم ايه، زي الاخ اللي انا او المثال اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. هيت انجن داخل له حراره، كميه حراره 100 ميجا جول معدل يعني، او خليها بقى بالمعدل يبقى ميجا وات، من سورس التمبريتشر 1800 كلفن، والديد ستيت تمبريتشر اللي هي تحت خالص كانت عباره عن 300 كلفن، درجة حرارة الجو 27 درجة مئوية. وبخرج من هنا هقول 60 ميجا وات. عايزكم بقى تجاوبوا على الأسئلة اللي هسألها دلوقتي. إيه هي الـ rate of exergy available to the cycle؟ السايكل دي شايفه براها اكسيرجي داخل لها 100 ميجا وات، 100 ميجا وات قد ايه؟ الفرق بين 100 ميجا وات والديد ستيت؟ لا لا انا عايزك الكيوف 1 ماينس التي نوت على التي. برافو عليك، بتساوي هتضرب بال 100 في ايه بقى؟ في الكارنو افشنسي اللي هي 1 ناقص 1 ناقص 300 على 1800 ده بكام ده؟ 6، 1 على 6. احنا نسهلها اكتر ونخلي عشان نطلع رقم على طول. اوكي نخليها ايه بقى؟ نخليها 1500 كلمة. يبقى الريت اوف اكسيرجي افيلبل في الهيت اللي داخله دي بيساوي 100 في 1 ناقص 1 ناقص 1 على 5 اللي هي 300 على ال 1500، 1 على 5 اللي هي 2 من 10 يعني كام؟ الرقم ده يبقى كام؟ واحد ناقص اتنين من عشرة في مية تمانين. يبقى السايكل، يبقى السايكل دي شايفة هيت داخلة لها 100 ميجا وات اللي هي انرجي، ده شايفة اكسيرجي داخلة لها قد ايه من المية دول؟ هل كلهم المية؟ 80. شايفة 80 بس، لانه اكبر كمية باور ممكن تحصل منها تحصل عليها من المية إذا دخلتها على كارنو سايكل تحصل على 80 بس، مش كده ولا إيه؟ مظبوط؟ طيب إيه هو الـ rate of exergy available في الـ 60 available out from this cycle؟ هتبقى 60؟ هتبقى هي 60. طب الـ 60 دي work؟ pure exergy بيو بالظبط، برافو عليك، ده بيورو اكسيرجي. طيب ايه هو الريت اوف اكسيرجي افيلابل تو ذا سراوندنج؟ ال 40 اللي بقى سراوندنج ده بياخد اكسيرجي قد ايه؟ مفيش. ال 40 اللي بقى، لا لا اصحى بقى كده وصحصح معايا، ال 40 اللي اتبقت دي هيت، هي الاكسيرجي هي هيت. لا هيبقى في 1 ماينس تي 1. حلو قوي، هتضربها في 1 ناقص كام؟ ناقص 300 على 300
ما هو درجة الحرارة هنا 300، يبقى بتساوي كام دي؟ زيرو. زيرو. الاكسيرجي افيلبل للديد ستيت لازم تكون زيرو، ده لوجيك. ده انت رايح للديد ستيت هيبقى في عندك ايه؟ ده هي الديد ستيت دي متعرفة عشان تعرف الاكسيرجي، تعرف اخر حاجة، اخر نقطة في الورك او اخر كمية ورك ممكن تحصل عليها. فالديد ستيت اللي خارج لها بيكون ديد، حتى هي متسميناها ديد ستيت، ما عند ما فيش ورك ممكن تحصل عليه عند الحالة دي. ها فهمنا كده دكتور؟ عايز اسأل السؤال، هو الاكسيرج اللي خارجه من الورك يبقى اسمها ايه، والاكسيرج اللي خارجه من الهيت، يعني لو هو بيطلب مني الرقم 60 والزيرو ده بيبقى اسمها اكسيرج ايه؟ كلهم اكسيرجي. ايوه يعني اكسيرج اوت ولا اكس، يعني اللي فوق دي كان اكسيرج ان. دي اكسيرجي ان، ودي اكسيرجي اوت، ودي اكسيرجي اوت، بس الاكسيرجي اللي خارجه من هنا صفر، والاكسيرجي اللي خارجه من هنا 60. تمام. ماشي. سؤال تاني، هو في اخر واحده اللي هي الزيرو، احنا تاني ليه قلنا ان هي 300 على 300؟ يعني فين عشان الحتيجة؟ درجه الحراره هنا ال is the same. 300 دي هي تي نوت، ما انت هنا بتقول ايه، تي نوت على درجه الحراره. تمام. تي نوت ديد ستيت تمبريتشر 300، طب ودرجه الحراره في المكان ده بكام؟ ب 300 برضه. طب عايز حد بقى يقول لي الريت اوف اكسيرجي لوس في السايكل دي بكام؟ يا ترى السايكل دي بتشتغل احسن حاجه؟ هل يا ترى في اكسيرجي لوس؟ لا كده مفيش اكسيرجي لوس. مفيش حد عنده راي تاني؟ 20 عشان دخل 80 طلع 60 بالظبط كده. انت داخل لك اكسيرجي 80، السايكل دي خرجت كام؟ 60. يبقى السايكل دي فيها ديفيشنسي 20. ما هو ليه هنا ما خرجش 80؟ علشان ده هي عشان مش ريفرسبل بالظبط كده، عشان مش كارنو سايكل، عشان دي مش كارنو سايكل. لو كانت دي كارنو سايكل وكانت دي 80، كان الريت اوف اكسيرجي لوس بصفر. فهمنا كده؟ طب يا دكتور، هي حتى لو كانت كارنو مش ده انا مدخل هيت على هيت انجن كان عمره ما هيطلع نفس الورك؟ لا كارنو سايكل بتقدر تخرج منها الماكسيمم ورك اذا كان عندك كارنو سايكل. يعني الورك ده كان ممكن يطلع 80 لو دي كانت كارنو سايكل؟ طبعا لو خرج من هنا 80 يبقى دي كارنو سايكل. تمام. ده انت حتى لما بتيجي تحسب الاكسيرجي الاكسيرجي افيلبل من الهيت بتضرب الهيت في سوري بتضرب الهيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي هو واحد ناقص تي على تي ده؟ ده اسمه ايه ده؟ كارنو افشنسي مش كده؟ يعني يا دكتور انا اول ما بشوف هيت انجن كده عندي بروح حاسب له على طول الاكسيرجي عند كارنو سايكل، وبعدين بقى ابدا اشوف مسالتي بتتكلم عن ايه وابدا اقارن. لو سايكل، لو هيت انجن، لو شفت هيت بس، هيت بس مجرد هيت، مفيش هيت انجن ولا بتاع، اهو انا عندي هيت اهو بتنتقل بكميات 100 ميجا وات، هتعمل بيها ايه بعدين؟ دي مش مشكله. وبسالك سؤال، الريت اوف اكسيرجي افيلبل في الهيت دي بكام؟ الاجابه بتاعتك هتقول ايه؟ لا ده انا هتخيل ان الهيت دي، ما انت عايز تخرج منها الماكسيمم ورك، عايز تعرف دلوقتي الماكسيمم ورك اللي ممكن تحصل عليه او الماكسيمم باور اللي ممكن تحصل عليها من 100 ميجا وات. الاجابه بتاعتك هتكون ايه؟ ان انا هتخيل ان انا هدخلها على كارنو سايكل عشان اماكسمايز الباور. لو دخلتها على كارنو سايكل يبقى هضرب في كارنو افشنسي. مظبوط صح كده؟ طب انا اجيب درجات الحراره منين؟
طبعا لازم تبقى درجة الحرارة اللي بتنتقل عندها الهيت أو بتنتقل منها الهيت معروفة، والديد ستيت تمبريتشر معروفة، ده أساسي. لازم أقول لك الديد ستيت تمبريتشر بكام. تمام. طيب نيجي نبص بقى على الاكسيرجي بالانس. زي ما بيبقى فيه او عرفنا ان فيه انتروبي بالانس، في حاجه اسمها اكسيرجي بالانس. هاو تو بالانس الاكسيرجي في اي بروسيس بتحصل. عندي كومبريسور، عندي توربن، عندي سايكل، عندي هيت اكسشينجر، عندي وات ايفر الثيرموداينامك ابلكيشن هي ايه، عايز ابالانس الاكسيرجي. في الانرجي كنا بنقول ان الانرجي ان بتساوي الانرجي اوت وخلصت. conservation of energy requires ان اللي داخل بيساوي اللي خارج. الموضوع هنا ما اقدرش اقول عليه conservation of exergy، بقول عليه exergy balance، زيه زي الانرجي بالانس، analogous للانرجي بالانس. تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول لي ان الاكسيرجي اللي بتدخل سيستم ناقص الاكسيرجي اللي بتخرج من سيستم، ده اللي داخل وده اللي خارج، عن طريق التلات وسائل اللي احنا قلنا عليها. سيبك من دي دلوقتي، اوكي؟ ده لو انرجي، الانرجي اللي دخلت ناقص الانرجي اللي خرجت، لازم تاكسبريس اللي تشينج في انرجي اللي حصل جوه السيستم. بس المشكله ان انا عندي في كميه بتفقد اكسيرجي ديستركشن، لازم اضيفها. يبقى الاكسيرجي ان ماينس اكسيرجي اوت ماينس الاكسيرجي ديسترويد لازم يكسبريس التشينج اللي بيحصل جوه هنا. سهله، بتهيألي ستريت فورورد وسهل جدا. طيب الانتروبي بالانس كانت معادله مشابهه جدا. لو انا بتكلم على انتروبي، لو عايز ابالانس الانتروبي دخول اللي داخل واللي خارج، كنت بقول ايه؟ اهو الاس ان ناقص الاس اوت بيساوي دلتا اس بتاعت السيستم. بس في هنا حاجه ناقصه، انه الاس كان بي جنريتد في انتروبي جنريشن، وانت ماشي من الدخول للخروج ممكن يحصل جنريشن، فالجنريشن ده معناه انه انبوت، يبقى هنا بنضيف زائد اس جنريت. شوف معادلتين زي بعض، شبه بعض جدا زي ما انتم شايفين كده. ده الاكسيرجي بالانس، ده الانتروبي بالانس. الايكويشنز دي بنستخدمها في اي ابلكيشن عشان ابالانس الاكسيرجي والانتروبي. اوكي، في الكلوزد سيستم مفيش ماس ترانسفير، مفيش ماس بتدخل ولا بتخرج ولا الكلام ده. يبقى الماس دي اللي كانت موجوده هنا دي هشيلها من اللعبه. يبقى انتقال الاكسيرجي داخل اي سيستم هتبقى عن طريق الورك او الهيت. طيب اللي موجود في الهيت قد ايه؟ اهو شايف كاتب سيجما عشان ممكن يبقى عندي كذا انبوت. اوكي، 1 minus T naught over T I. I دي مش معناها input I، دي معناها انه T1 T2 T3، لانه ممكن يبقى عندي source للهيت داخلة على السيستم عندي T1، وواحد تاني عندي T2، وواحد تالت عندي T3، وهكذا. فانا عشان اكتبهم في equation واحدة بقول T I، وغير ال I بقى عداد، عد 1 2 3 زي ما انت عايز. طيب ده الانبوت ناقص اللي زيه في الاوتبوت ناقص اللي زيه في الاوتبوت. هنا جت الاشاره بلس ماينس دي، يبقى ناقص سيجما 1 ماينس تي نوت اوفر تي اي في كيو
اي اللي خارج بقى، بدل ما داخل يبقى خارج. بس تاخد في اعتبارك او تاخد في حساباتك انه لو خرجت او لو الهيت خرجت على الديد ستيت، الاكسيرجي الافيلابل فيها بتساوي كام؟ خلاص انا عايزك تحفظها صفر. صفر لازم تكون صفر. صفر ليه؟ عشان هنا بتقسم تي نوت على تي نوت اللي هي بواحد، يبقى واحد ناقص واحد بصفر، يبقى الاكسيرجي الافيلابل هنا بتساوي صفر اذا كانت الهيت دي رايحه للديد ستيت. و99% من الابلكيشن بيكون فيها الهيت بتروح للديد ستيت. حالات خاصه جدا بيكون فيها الهيت اللي بتخرج من السيستم ما بتروحش للديد ستيت. هدي لكم مثال ليها دلوقتي بعد ما نكمل الايكويشن. طيب الورك ده كلوزد سيستم، يبقى هجيب اليوسفل ورك. اليوسفل ورك اللي هو عباره عن انتجريشن اوف بي دي في ناقص السراوندنج. طب وبعدين الاكس جنريتد هي تي نود اس جن، هو ده الدلتا اكس بتاعت السيستم. كل اللي مطلوب مني ان انا اعرف الحاجات اللي جوه دي بكام، بس كده. هدي لكم مثال الانتقال حراره او حراره بتخرج من سيستم ما بتروحش للديد ستيت. الفرن، في الفرن حاطين حته حديد بنسخنها اندستريال تايب اوفن، حته الحديد دي عند 1000 درجه مئويه مثلا يعني. او يعني عشان نخليها اهي، تخلي دي 100 درجه مئويه والسراوندنج بتاعها عند 500 درجه مئويه، بره الفرن درجه الحراره 30. فين هنا الديد ستيت تمبريتشر؟ هي ال 100 ولا ال 500 ولا ال 30؟ دكتور معلش، عشان 30 الفرق ما بين ال 500 يعني ال 500 دي جوه الفرن درجة برضه؟ حرارة الهواء، الهواء اللي جوه الفرن ده درجة حرارته 500. يبقى الديد ستيت هي ال 30. لو مش عارف اسأل نفسك سؤال، سيب السيستم ده يومين ثلاثة أربعة من غير ما تدخل له ورك ولا هيت، درجة الحرارة في الآخر خالص هتوصل لكام؟ 30. زي التلاجة كده، التلاجة لو فصلت عنها الكهرباء درجة، مع ان درجة الحرارة جوه والتلاجة شغالة بتبقى باردة، بتبقى 5 ولا 10، في الفريزر بتبقى اقل. الديد ستيت تمبريتشر بتاعتها بقى هي كام؟ هي درجة الحرارة اللي لو فصلت عنها الهيت والورك هتوصل لها، درجة حرارة الجو. أهو دي حالة بيكون فيها السراوندنج مش هو الديد ستيت. السراوندنج بتاع حتة الحديد اللي عند 100 دي مش هو الديد ستيت. لما أقول لك في حرارة بتنتقل للحديد أقول لك، أو لو كان العكس، لو كانت دي مثلا 600 يبقى بتنتقل من الحديد للسراوندنج. الحراره دي فيها اكسيرجي، الاجابه بتاعتك هتكون ايه؟ فيها اكسيرجي. فيها اكسيرجي ليه؟ عشان درجه الحراره بتاعت السراوندنج دي مش هي الديد ستيت. سهله؟ معايا كده؟ تمام. بس هو انا لو هحسب الاكسيرجي لل 500 دي هتتحسب ازاي؟ ده دي تمبريتشر. ما هو خلاص اهي كميه الحراره هتضربها في ايه؟ في واحد ناقص الديد ستيت تمبريتشر اللي هي ال 30، هتجمعها طبعا على 273 وتقسم على درجه الحراره بتاعت حته الحديد دي اللي هي بكام؟ لا مش حته درجة حرارة السراوندنج اللي هي ال 500. يعني انا لازم هيكون معايا هيت ما بين ال 500 دي وال 30 اصلا عشان احسبها. طبعا. امال ايه؟ طبعا.
لانه جوه الانفايرمنت اسخن من السراوندنج، فما دام في حراره يبقى في جزء منه من الحراره دي ممكن تستفيد بيه بورك، as long as انه السراوندنج مش عند الديد ستيت. طيب ممكن تعبر طبعا عن الايكويشن اللي فوق دي في صوره ريتس بالمنظر ده كده، يعني هتجيب التايم ديريفاتيف بتاع الايكويشن دي كلها دي باي دي تي، يبقى الكيو بدل ما كتبقى كميه حراره تبقى معدل انتقال حراره، دبليو هتبقى دبليو دوت، اس هتبقى اس دوت، وهكذا. طب معلش يا دكتور، السيرج بتاعت السراوندنج دي هتتحط في اي حته في البالانس؟ السيرج بتاعت السراوندنج دي لو انا بعمل بالانس هي في اي نقطه فيهم؟ لا انت بتعمل بالانس للاكسيرج فين؟ هنا عند حته الحديد دي للسيستم بس، انا مش هدخل طبعا الموضوع. بس انت عشان تعرف الاكسيرج تاني، عشان تعرف الاكسيرج لازم تبقى عارف الديد ستيت دي، لازم تبقى معروف. بص هنا، شوف هنا اهي، دي ايه؟ دي ايه؟ تي نوت. تي نوت الديد ستيت تمبريتشر بكام بيسالني، لازم ابقى عارف. تمام. ما خلاص احنا قلنا دي imaginary، ما هو انت هو اللي بيحصل ايه؟ ان كمية الحرارة اللي انا كنت بتكلم عليها دي تخيليا، انا بتخيل هعمل فيها ايه؟ الدنيا بقت شكلها جوه ايه؟ وحش قوي. هرسمها تاني بسرعة كده اهو. اهو حتة الحديد دي بتخيل ان كمية الحرارة دي، عملت خدت كميه الحراره دي وبعدين دخلتها على كارنو هيت انجن، ما انا عايز احسب الاكسيرج اللي فيها بقى، دخلتها على كارنو هيت انجن وبعدين خدت شويه ورك منها، الورك ده بيساوي كام؟ هو ده الاكسيرج، عشان هنا ما فيش اي ورك تاني. وده بيتطلب ان انا ابقى عارف التينوت، ماشي كده؟ تمام. طيب هو بس التي نوت اس جنريتد دي الاكسيرج ديستروي؟ لا صوتك مش سامع. التي نوت اس جنريتد في السلايد اللي فاتت دي الاكسيرج ديسترويد؟ مظبوط، ده الريت اوف اكسيرج ديسترويد اللي هو تي نوت اس دوت جن. او التي نوت اس جن دي اللي هو الاكسيرج ديسترويد نفسها. معلش يا جماعة، أصل أنا عندي في ناس بتمتحن، فخليك معايا ثواني. ألو؟ أيوة. إيه؟ طب سوري، انا هعمل ايه؟ يعني دي حاجه مش بتاعتي، دي غلطه منك انت. انا عندي محاضره دلوقتي، لما اخلصها نشوف. ماشي اوكي، يلا باي باي. الو، السلام عليكم. ايه يا دكتور، ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. ايوه
دكتور صوت انت حضرتك ميوت. دكتور وليد الصوت عند حضرتك معمل له ميوت. ده من امتى معمول ميوت؟ من اول المكالمة قلت حضرتك ممكن نسيت فعملت ميوت. طيب اوكي كويس ماشي. طيب دلوقتي هنعمل اكسيرجي بالانس على كنترول فوليوم على الاوبن سيستم بقى، وهو ده اللي في الغالب الاكثر استخدام اللي بنستخدمه اكتر حاجه. الموضوع كله في الماس بقى هنا بتدخل معانا في الاعتبار. سامعني؟ سامعين حضرتك يا دكتور. تمام دكتور معلش انا كان عندي سؤال بس في المثال اللي فات، هو حضرتك ممكن تقول لنا اجيب الاكسيرجي سيستم والسراوندنج والتوتال يبقى السيستم زائد السراوندنج؟ السؤال ده كويس. بص بقى الايكويشن اللي انا كتبتها دلوقتي هي نفسها دي مثلا اهو، بص فاهم دي؟ تمام. الايكويشن دي هي نفسها الايكويشن بتاعت اس جيم بتساوي دلتا اس سيستم زائد دلتا اس سراوند، مش ده الكلام اللي خدتوه مع الدكتور نشوى؟ مظبوط. الدلتا اس سيستم هي الانبوت ناقص الاوتبوت، سوري الدلتا اس سيستم اللي هي موجوده هنا دي. دلتا اس سراوندنج هو اللي داخل وخارج، الفرق بين اللي داخل واللي خارج ده بس طبعا هيتعكس لما توديه في الناحيه الثانيه. فاس اوت ناقص اس ان دي بتاكسبريس الدلتا اس بتاعت السراوند. فالمعادلتين دول زي بعض، بس انا بفضل استخدام اللي هي الاولانيه دي لان هي اسهل في الفهم. بقول لك ان انا عندي انبوت وعندي اوتبوت وعندي حاجه بتجنريت او حاجه بيحصل لها ديستراكشن. والله اللي بتجنريت بضيفها واللي بيحصل لها ديستراكشن بشيلها زي في الاكس ديستروي. ها معايا؟ اوكي تمام. طيب اوكي.
طيب في الكنترول فوليوم او في الاوبن سيستم هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي انه الماس بتدخل معنا في الاعتبار، خلاص بقى اصبح اوبن يعني ماس is allowed to interact، ممكن تدخل وتخرج بقى براحتها مفيش اي مشكلة بالمنظر ده كده. زي ما انتوا شايفين الشكل الاول ده في صورة ماجنيتيود، والتاني ده في صورة ريت، هو ده الاكثر استخداما اللي هو الريت فورم اوف اكسيرجي بالانس. خلي بالك ان البلس ماينس دي، عشان انا قلت ان هنا عندي اكس دوت ان ماينس اكس دوت اوت، فالبوزيتيف ده بيبقى ان والنيجاتيف ده بيبقى اوت. نتيجه الهيت خلاص احنا عرفنا بنجيبها ازاي، نتيجه الورك برضو عرفنا الفاليو بتاعتها بنجيبها ازاي، وفي الغالب الترم ده بيكون زيرو لانه مفيش باوندري ورك. ونتيجه الماس اللي هو الان ماينس الاوت زي ما انتم شايفين. النقطه بقى دلوقتي انه الرايت هاند سايد ده قيمته بتساوي صفر للستيدي ستيت كونديشن. اذا كان عندي ستيدي ستيت كونديشن اهو، للستيدي ستيت كونديشن، ستيدي ستيت ستيدي فلو، بيكون الريت اوف اكسيرجي تشينج داخل السيستم بتساوي زيرو. زي ما قلت لك الترم اللي هو بتاع الباوندري ده بيطير بيبقى صفر. بيطلع عندي equation simple، وهي دي اللي بنستخدمها في الغالب على طول. اوكي، لو عندي single input و output mass system داخل له stream للماس واحد وخارج منه stream واحد للماس برضو، هيبقى single input single output. اوكي، إذا حصل إن أنا جيت قلت لك إن الريت اوف اكسيرجي ديستراكشن بيساوي صفر، تستنتج من كده إيه؟ إن البروسيس دي، إن البروسيس دي ريفرسيبل، البروسيس ريفرسيبل. ألو؟ أيوه أيوه علي. لا قول قول قول، مفيش مشكلة. لا عادي، ابعتهولي على الإيميل. لا مفيش مشكلة، لا 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 عادي مفيش مشكلة، ماشي العفو. لا لا مفيش حاجة، لا مفيش حاجة. اوكي يلا، مع السلامة. فتتوقع انه الإجراء ده هيكون ريفرسبل، وان الورك اللي موجود هنا ده ريفرسبل. يبقى معنى كده انه ال W dot reversible دي can be defined من ال exergy balance اللي هي plus minus sigma 1 minus t note over ti q dot plus minus اللي هي بتاعت ال input وال output اللي هو m dot psi in minus psi out. إذا كان كمان adiabatic يعني مفيش انتقال حرارة، يبقى الترم ده بيطير، يبقى ال reversible work ده can be defined in terms of الاكسيرجي ان والاكسيرجي اوت زي ما عرفنا قبل كده. شكل الاكسيرجي بالانس ده بيوصلنا للديفينيشن بتاع السكند لو افشنت. كلنا عارفين ان الافشنسي، الثيرمال افشنسي بنسميها بتاعه الهيت انجن، او الفيرست لو افشنسي دي بنعرفها السايكل الهيت انجن مثلا، ريفريجريتور بنقول عليها سي او بي. السكند لو افشنسي بقى لا، دي بتتعرف لبروسس، ممكن اعرفها لبروسس زي ما ممكن اعرفها لسايكل.
فعلى سبيل المثال السكند لو افشنسي بتاعت اي توربين هي عباره عن الورك اللي بتخرجه التوربين دي على الريفرسبل وورك الماكسيمم اللي ممكن تخرجه التوربين، يبقى دلتا اتش على دلتا ابساي او دلتا اكس، دلتا الاكسرج فرق. ده في فرق كبير بين ده وده، زي ما اتفقنا انه الاكسرجي دي فيها دلتا اتش وفيها كمان ناقص تي نوت دلتا اس. الكمبريسور العكس W reversible على W، دي أمثلة هنتكلم عليها بالتفصيل بقى ازاي هنجيب الكلام ده، الهيت اكشنجر ازاي هنجيب له السكند لو افشنسي، والميكسينج حالة الميكس. انا في الحقيقة انا عارف ان انا خدت وقت كبير في الاكسيرجي، بس الكلام ده عشان مهم، الاكسيرجي مهم جدا ان انت تعرف ايه هو الاكسيرجي ديفينيشن بتاعه، تحسبه ازاي، و how to perform الاكسيرجي بالانس. المحاضرة دكتور. اللي بعد كده بتاعت انا عندي سؤال في السلايد اللي هي اللي قبل الاخيرة بتاعت الورك ريفرس. استنى بقى نفتحها تاني. دي هي دي اخر حته اللي هي اف ايدياباتيك، مش هو لو ايدياباتيك والورك ريفرس يبقى كده ممكن عليه يقول عليه ايزنتروبيك؟ طبعا يبقى ايزنتروب ريفرسبل وايدياباتيك. تمام ماشي. طيب انا هبعت لكم على الجروب زي ما اتفقنا التسجيل بتاع البرايتون سايكل، والمره اللي جايه هنتناقش فيه، اللي بالك يعني همشي عليه كده بسرعه عشان لو حد عنده اسئله، فتتفرجوا على الفيديوهات ونبص عليه. هحاول ان انا اعمل ابلود لكل الفيديوهات مره واحده، بس ايه لازم تساعدوني، يعني مش عايز اجي المره اللي جايه الاقي ان الناس ما بصتش على حاجه، مش هينفع. فاحنا عندنا دلوقتي اوبجكتيف ان احنا نبص على الفيديو او الريكوردد فيديو بتاع برايتون سايكل، هو ثلاث محاضرات، اللي هو محاضره 8 و9 و10. خلاص لغايه دلوقتي في حد عنده اي اسئله؟ انا هعمل لكم كويز، هعمل لكم اكتر من كويز يمكن، مش واحد بس، وعشان درجات اعمال السنه واسايمنت، هنزل لكم اسايمنت تشتغلوا فيه. اي اسئله دكتور؟ معلش، هو لو الورك ريفرسبل ده ادياباتيك هيبقى الايزنتروبيك لو انا وصلت للتي 2 اس، ولا عامه هيبقى ايزنتروبيك؟ لا مش عامه، انا بقول لك اف اذا كان ادياباتيك. تمام، يعني دي مش شرط ان هي تحصل. في حد بعت لنا مسج هنا ولا ايه؟ عبد الله كان بيسأل سؤال. عبد الله، العشرين دي الاكسيرجي لوس، انا فهمتها ولا لسه؟ ولا عبد الله مشي؟ عبد الله مشي، عبد الله سأل السؤال ومشي. طيب اوكي، هو دكتور مع عبد الله موجود بس تقريبا احنا مش سامع.
يا عبد الله موجود، هو رد على الشات. رد هو تقريبا عنده مشكلة في المايك. اوكي طيب، المهم بس يكون فاهم ان العشرين دي الاكسيرجي لوس. ماشي اوكي يا عبد الله، خلاص انا هبعت لكم التسجيل بتاع البرايتون، وزي ما اتفقنا يوم الخميس هاخد الجزء النص المحاضره، نص المحاضره الاول، ان انا راجع اعدي عليه كده بسرعه، وبعدين النص الثاني هدخل في رانك انسايت. حد عنده اي اسئله؟ دكتور، درجات الميد ترم هتظهر امتى؟ ان شاء الله خلال الاسبوع ده باذن الله، اللي هو اللي جاي يعني باذن الله. تمام. دكتور مطلوب مننا قبل الخميس الجاي نكون سمعنا انهي محاضره؟ نعم، قبل الخميس الجاي المفروض نكون سمعنا كم محاضره او محاضره ايه؟ هما الثلاثه دول بتوع الاكسيرجي، بتوع البرايتون، وطبعا هتبص على الاكسيرجي. هنسمع الثلاثه؟ ايه صعب ولا ايه؟ لا لا بس افتكرتهم هم الباقيين في المنهج لحد اخر السنه يعني. لا طبعا. تمام. فخلينا بقى نتفق الخميس الجاي كمان انا هعمل كويز في اخر المحاضره على ال LMS، هيبقى مالتيبل تشويس عن الاكسيرجي. اتفقنا؟ احنا خلصنا الاكسيرجي اهو، نعمل كويز عن الاكسيرجي على ال LMS. conceptual problem ما فيهوش يعني اللي هو حسابات يعني الكبيره قوي، وهيكون موجود على ال LMS ان شاء الله. خلاص اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس 4:30 باذن الله. تمام يا دكتور، يلا مع السلامه.